آمر يا أخ فيصل. ما يمر على جعد، وبغينا خدامتكم تصور معنا بمشهد صغير. وي هذه بعد ايش عرفها في التمثيل؟ لا عادي، هو كله مشهد واحد يعني، هو يمكن اثنين أو ثلاثة عموما. والله ما أدري ايش رأيك يوسف. والله ما أدري ايش رأيك أنتي. أنا محتارة. وأنا أقول يعني خدامتنا ما تعرف شيء، وهذا هذا بشي ما تعرف تمشي بعد التمثيل. الله يهداك. وين هو التمثيل؟ يعني لهالدرجة كلش يعني؟ إيه يعني. بعد أخاف هذه باكر تشتهر وتفنتق علينا، وأنا عاد تعودت عليها ما أقدر أخسرها. الله يهداك يا ناصر، الله يهداك. من مشهد بتشتهر؟ وي ما هي قريبة. كم واحد ووحدة من مسلسل ولا فيديو كليب واحد وصاروا وتفنتقوا واستووا، يعني ردت على خدامتي سيتوك؟ لا مو لهالدرجة يعني. خلاص ما أدري كيفكم. سيتا نعم ماما. وناصر بيتكم هذا جاهز ولا بنيان؟ إيه لا والله جاهز. أكيد ذوقك لأنه وايد حلو. لا بصراحة ذوق مناصر. أقول بناصر عاد ما أصدق كلش كلش أن ناصر ولدك، شكلك وايد صغير. إي مشكورة مشكورة، تسلمين على المجاملة الحلوة. لا لا ترى مو قاعدة أجاملك، صدق صدق قاعدة أتكلم. تدري حتى شكلك يبين أن أنت وايد أصغر من زوجتك. لا عاد تصدقين أنا أكبر منها بخمسة وست سنوات. لا لا بس ما شاء الله ما شاء الله مبين عليك شباب شباب، محافظ على نفسك. ايه تسلمين ما قصرتي من ذوقك، مشكورة يا الله ما قصرتي. يوسف هلا. انت هني وانا قاعدة ادور عليك. عن اذنكم.